عادة كده أو زمان كان دايما اللاعب رقم 6 في الملعب يقول لك عليه الجملة الشهيرة الجندي المجهول. صحيح. بس دلوقتي في العالم بقى في نجولو كانتي، بقى في فابينيو، بقى في كازيميرو، الناس دي ما بقتش جنود مجهولة، الناس دي بقت نجوم كبيرة وعالمية وبتاخد جوائز كبيرة كمان. محمد النني حتى هذه اللحظة مع التألق الكبير في مباراة المغرب بكوت ديفوار أنا أقدر أحط بين قوسين إن هو جندي مجهول. لو سمحت خليه معلوم دلوقتي. حاضر. ايه رايك في اللفه؟ حاضر. شفت انا استغفرت لك الصيغه دي كلها، الصيغه الفنيه العظيمه دي كلها عشان تقول لي كلام حلو. عينيا. بص، نني هو اللي معاه ديركسيون منتخب مصر. حلوه الصيغه دي احلى من بتاعه. حلوه الصيغه دي. بيعمل ايه بقى في ديركسيون منتخب مصر ده؟ معاه ديركسيون في الحالتين، واحنا معانا الكوره واحنا معناش الكوره. هو المنظم الاول لعمل منتخب مصر الهجومي والدفاعي. واحنا معانا الكوره هو الكنترولر. يعني ايه الكنترولر؟ المتحكم في ايقاع المنتخب. هرجع شويه خطوه كده لماتش كوت ديفوار لما كان حمدي فتحي بيلعب وعلى يمينه النني وعلى شماله السولاي. كنا دايما بنشوف طول الوقت حمدي متمركز على الدايره، خطوتين على يمينه النني، خمس ست سبع خطوات على شماله السولاي. اشمعنى؟ ليه المنظر ده؟ عشان هنا التمانيتين ادوارهم مختلفه تماما. في هولدنج اللي هو حمدي ده بيامن زياده الظاهرين وبيامن الاثنين السنتر باكس اللي وراه، فاشتراكه في اللعب قليل شويه. السبعه الباقيين في ستة سيئهم محمد النني، هو اللي بيوزع اللعب يمين وشمال، هو اللي بيتحرك تحت الكرة علشان يعمل زوايا تمرير لزمايله. كم مرة بنشوف الكرة بتوصل لصلاح والنني بيتحرك له من تحت من ورا المدافعين عشان يفتحوا زاوية التمرير وياخدها، عشان صلاح يرجع يلف وياخد، او عشان ياخد الكرة ويدورها يطلعها للسولية ويرجع يتحرك خطوتين ياخد من السولية ويرجع يروح يفتح ويرجع ياخد ويدي الحمدي وهكذا. فهو الراجل هنا بيفضل يعمل السلسلة بالكرة لحد ما تظهر ثغرة في دفاع المنافسين. عمرو السولية موجود علشان يلاقي المساحة اللي بيتحرك مرموش عشان يفضيها طول الوقت، مرموش دايما التحرك العرضي من الجناح للعمق. سلام. عشان مين يستفيد؟ علشان مين يستفيد؟ دايما بنشوف مرموش بيروح يقرب قوي من صلاح او يقرب من عمق الملعب عشان وهو ومصطفى وصلاح يتكتلوا في حتة واحدة عشان يستفيد محمد النني، عشان يستفيد اسف عمرو السولية ويستنى التمريرة من النني. او النني يقرر انه يطلع الكرة ولما تتشتت ياخد هو الكرة الثانية، فهو هنا الكنترولر. واحنا معانا الكوره. طب واحنا معناش الكوره محمد نني بيعمل ايه؟ حاجتين مهمين جدا. قبل ما يرتد دفاعيا هو اكتر واحد عنده قدره في منتخب مصر يعمل سكان، بيمسح الملعب بعينيه عشان اشوف انا هجري اغطي ايه. كره زاها اللي اخذ فيها الانذار والمشكله اللي مع حجازي في ماتش كوت ديفوار، السبب في ده الاساسي هو محمد نني بتحركه الدفاعي الهايل. كره مجرد ما اتقطعت هو نني ما جريش يغطي، يعني هي مش فكره انك تجري تغطي او فكره انك ترتد دفاعيا في وسط ملعب فريقك علشان تعمل التغطيه الدفاعيه، لا خالص. هو انا هجري فين وهجري على مين؟ الكره من المتوقع انها تروح مين؟ لازم انت ذهنك هنا يكون سابق بخطوه. ذهنك يكون سابق بخطوه عشان تتوقع الباص الثانيه رايحه فين. الباص الاول بيتعمل دلوقتي مش عارف تدافع عليه انت هنا. فانت لو قررت انك تبدا تجري ورا انت خرجت نفسك بره اللعب. انت طول الوقت هتجري متاخر على الكره بخطوه او متاخر على المنافس بخطوه. وهنا تيجي الجمله الشهيره، هسيبك تكمل على طول الجمله الشهيره، اصل النني بيحلق. ده اي كلام. ده اي كلام. ده اي كلام تماما. اللي بيحلق ده ما يلعبش في المستويات اللي النني بيلعب فيها طبعا. خالص اركن دي على جنب، لان مش يعني مش هنقعد نقول النني يستحق اللعب في ده ليه. يعني انا بتكلم على اللي حصل مع منتخب مصر. صح. هو ده اللي في ايدينا طبعا. يعجب حد ما يعجبش حد، مشكلتهم الحقيقه مش مشكله النني خالص. فالراجل هنا بيعمل سكان ويبدا يتوقع ان التمريره اللي جايه رايحه في اتجاه ويلفريد زاها، فانا هروح اعمل شادوينج لويلفريد زاها عشان اقطع الباس لين او اقطع خط التمرير اللي جاي لزاها. لو كان راح جري ورا الكوره كانت راحت لزاها وانفرط وحط جول. فهي دي النقطه، الاسكان دي نمره واحد. ده واحنا ايه في التحولات الدفاعيه، قبل ما يتحول دفاعيا بيسكان. طب واحنا بندافع دفاع منظم لما حالتين الدفاع يتحول لتنظيم دفاعي. في حاله الدفاع المنظم اللي انا قلته من شويه باختصار شديد اللي هو بعرف فين المساحه الدفاعيه اللي انا محتاج اتواجد فيها دلوقتي. دستروير شيك، دستروير من غير ما تخانق. هو الدستروير نوعين، واحد بيروح بنفسه يخش الخناقه عشان ياخد الكوره حلو كده، والتاني بيتوقع نتيجه الخناقه هتبقى فين. في ماتش كوت ديفوار انني اكتر واحد في منتخب مصر اخد كوره تانية. اخد كوره تانية يعني ايه اخد كوره تانية؟ يعني احسن واحد بيعرف يتمركز ومستني نتيجه الخناقه، عارف الكوره هتقع هنا فانا موجود هنا، فلما الكوره تقع هنا انا باخدها مره اتنين تلاته. كم مره؟ 16. انا 16 خناقه وقفت اتفرج عليهم بس انا عارف ان الكره خارجه هنا وخدتها ورجعت الاستحواذ لفريقي. ده مش من فراغ، ده مش من فراغ، ده قدرات عقليه في الاساس طلعت او اوجدت هذا المخزون الفني عند محمد النني. ذهن كويس، ذهن حاضر، دماغ بتفكر، وبالتالي فنيا في لاعب حاضر في الملعب.
فدي دي واحد. الحاجه الثانيه غير الكره الثانيه انه قادر يعرف المشكله ما بين قلبين الدفاع، لان هم واخدين كل واحد واخد خطوه زياده يمين او شمال مغطي ورا فول باك، فانا لازم انزل في المسافه اللي بين الاثنين. المشكله ما بين قلب دفاع وظهير، فانا انزل ما بين الاثنين. فحقيقه لعيب كبير، لعيب عنده قرار قبل التحرك، يعني مش بيتحرك وبعدين يدور على الكوره. انا بعرف الكوره، بقرا او بتوقع الكوره رايحه فين، وبالتالي تحركي هو نتيجه لتفكيري، والتحرك مش سابق التفكير، التحرك تالي للتفكير. عشان كده هو لاعب ذكي ولاعب مهم جدا.